يا سبا فلو يا بني من لا اليوم اها يا يا وهيني يا لما وهيني يا سيدي وهيني يا لما والعالم مولانا وهيني يا لما وهيني يا سيدي وهيني يا لما والعالي في كل جنا يا من هذا الناس يا السلام عليكم يا وكلام لذوك الناس يا وسلام اليوم عليكم وسلام لقاع الناس جات باش يسمع يا ربني بالله القسمة في الأول يوم معاكم زد قرب واسمع الكلام وحلو ديك مزيان باش تفهم المعنى راك ضيف في هذا المكان محناك يا الزاير اللي مديت بني من لال محناك بهذا الناس اللي كبرت بين الجبال القلوب فيها الخير والضحكة على الفوام الناس عليها تخير والعيشة فيها كل سلام القصبة يا الغالية يا عروق هذا البلاد تاريخ يشهد ليك بالتراث والأمجاد منك دراري صغار قراو وخرجوا ناس كبار صوتك شان وعالي واللي زارك يحتار عين ناصر دوني الغالية منك الناس روات وجبالك ديما عالية فيك نعيش حلات وهيني يا لما وهيني يا سيدي وهيني يا لما والعالم مولانا وهيني يا لما وهيني يا سيدي وهيني يا لما والعالي في كل جنا وجبال عالية والغني حبابي والحال هو الحال وش كل يداوي من جبال عالية والغني حبابي والحال هو الحال وش كل يداوي ولد بلادي بكلمة واحدة ما تفراش زيد اسمع للنغمة قرب مزيان ما تنساش شلة ما يتشاف وشلة ناس اليوم قالوا كل من زار بني من لال محل يرجع في حاله حيت ناس بني من لال اصحاب الشان العالي وكل من هو ولد البلاد في القلب عزيز وغالي ما بين زناق بني من لال خرج القسمة فلو وقال كلام كبير كلام عنده معنى حلو فتحوا البواب قدام قاع الناس والقصد باب الله يعيش مرفوع الراس يا سيدي احمد بن قاسم يا جامع كل الاحباب واللي قصده يرتاح يتحلوا فيه كل ابواب يا وهيني يا لما وهيني يا سيدي